بارك وسلام لجميع التي كللت بكنين الشوك ومالت إلى اليمين عندما سلمت كيرياليسون يا رب رحام يا إلهي هذا هو الوجه الذي هو أبرع جمالا من بني البشر الذي تفل علي العبد لاطمك وهذا هو الفم المحيي الذي كله حلاوة ومشتهيات الذي ذاق الخل ممزوجا يا رب ارحم يا سيدي هذا هو الظهر الذي تعرض لضرب السياط كمذنب أثيم يا ملكي هذا هو الجنب الذي طعن بالحربة فوق الجلجسة فجرى منه دم وماء كيرياليسون كيرياليسون يا رب ارحم فاي
هديا هاتان هما اليدان اللتان أشبعتا كل حي من رضا وهاتان هما الرجلان اللتان كانتا تتجولان في كل مكان تصنعان خيرا وتشفي كل الذين تسلط عليهم إبليس قد سمرتا على الصليب من أجل خلاص العالم كله. من أجل هذا مخلصنا الصالح صرخ قائلا إن جسدي هو ماك الحق ودمي هو مشرب حق من يأكل جسدي ويشرب دمي يكون في وانا لكي بقلب طار نناديك بنغمة البنو وقائلين جبني أبانا الذي في السماوات تتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد.